برنامج المهارات المتقدمة هو ليس برنامج جديد، نحن نستمد الأفكار والرؤية من باني دولة الإمارات العربية المتحدة اللي كان دائما تركيزه الأول والأخير هو الاستثمار في المورد البشري وتطوير كفاءات وقدرات المواطنين. يوم اني نتكلم عن الكفاءات، أول شيء الكريتيكال ثينكينج، التفكير النقدي، أتوقع كلكم عارفين شو هو، ان انت تحلل اي شيء. يعني انا ما اي اقول لكم هذه المهارات وانتم تاخذونها، لا، دو يور ريسيرش. مهاره التواصل في ان انت تعرف كيف توصل افكارك. لا تفكرون في مستقبل الوظائف فقط، لان مستقبل الوظائف بيتم يتغير. مستقبل المهارات هو الشيء اللي واقعي اكثر انك تقدر تتوقعه وتتجهز على اساسه.